السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشوفوا فيديو جديد، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وهاد الوصفه تعجبكم واكيد تجربوها. وصفه اللي هي سهله جدا. غادي نبدا معكم البنات في المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا الخبز الكمير عادي، كنقطعوه بهاد الشكل هذا. نتوما الا كان عندكم تقدروا تصيبوا في الدار او لا توست هكا تديروا هكايا، ولكن انا كنفضل خبز ديال الكمير هكا ديال المخبزات، وكنقطعوه على هذا الشكل هذا، كنحطوه في الطاوة. عندي هنا هاد لي بات هادو على هاد الشكل، غادي نديرهم يتسلقوا. البنات راه كي ملي كيتسلقوا راه كيزيدوا في الحجم ديالهم، واللي نقدروا نعمروهم بواحد الحشوه اللي سهله جدا. هنا عندي هاد العدس الليمونين، نتوما تقدروا ديروا عدس هاد النوعيه هادي او لا النوعيه العاديه ديالنا. غادي ندير هاد شويه يتسلق، وغادي نرجع نصايب واحد الخلطه اللي غادي ندهن بها هاد الخبز وندخلوه الفران. كما شفتوا البنات كنديروا هنا الربيع وزيت ليسور او لا زيت المائده واحد المعلقه، وكذلك شويه ديال مطيشه الحوق والبهارات على حسب نتوما شنو بغيتوا. المهم انا درت الحرقوم، درت شويه ديال التحميره، ودرت البزار وسخنت البيض. صافي كندهنوا الفوق ديال الخبيزه ديالنا على هذا الشكل هذا. طبيعي الحال كنحطو الضو في الكويسون في الطاوة أو لا ديرو الطاوة. كيجي رائع جدا. بالنسبة للخبز كيما في الفوق ممكن ديرو أي خبز عندكم. أنا كنتوفر عندي الكمير ودرتو دابا البنات غادي ندوزو نصايبو الصلصة، غادي نديرو الجيلات ديال الدجاج، غادي نديرو معلقة ديال المطاط وكذلك الربيع، وغادي نديرو معلقة كبيرة ديال كريمة الطبخ أو لا كيما قلتلكم غادي نديرو معلقة ديال كريمة الطبخ أو لا دانون سوس لي كنتوفر عندكم، وغادي نديرو شوية ديال عصير حامض وكذلك البزار والشوجة، وغادي نخلطو هاد المكونات كاملين، وغادي نحاولو أننا نديروهم لرجلات ديال الدجاج قبل ما ندخلوهم للفرن. هنا كتجي لاصوص بهاد الشكل هذا البنات. الصراحة صدقوني هاد لاصوص كتجي بنينة، كتخلي الدجاج يتشربها وكتكون عندو واحد بنة زوينة بزاف. دابا غادي ندوزو هادي هي لاشاطور لي غادي ندير بالنسبة للدجاج. هادي كنستعملو على الدجاج واللحوم وكذلك الخضر، كتجي رائعة جدا. المهم نتوما تقدرو تكتفيو غير بلا شابلون العادية اللي كان متوفر عندكم. دابا هاد الطاوة ما غاديش ندخلها، دابا غادي ندير معاها رجينات ديال الدجاج باش ندخل كلشي مرة واحدة. كما شفتو هاد لا شابلون البنات راه فيها البهارات وفيها لا شابلون عادية. نتوما كيما قلت لكم كانت متوفر عندكم هادي مزيان، ما كانتش راه تقدرو تكتفيو غير بلا شابلون العادية. من بعد ما شرملنا الدجاج ديالنا في ديك لاصوص مزيان وخليناها واحد نص ساعة المغانا، صافي كنقلبوها في هاد يقدر كما قلت لكم يقدر تخليوها مازال واحد شوية اكثر من ساعة. انا خليتها غير نص ساعة ودوزتها في لاشابلون وحطيتهم هنايا في هاد الطاوة. غادي ندخلهم للفران نجعل لهم من تحت هو الاول بواحد 10 دقائق، عاد من بعد نزيد نشعل الفوق. البنات هذه هي لاستيس ديال ان الدجاج في الفران يطيب مزيان، يعني يطيب من الداخل ومن برا، يعني ما يتجمرش غير من برا. وهاد الوصفه البنات نتوما تقدروا ديروا الكميه اللي بغيتوا. انا كنت انا بوحدي ودرت هاد الكميه اللي هي كافيه جدا. كما قلت لكم كنت مسخنه الفرن على تحت الفوق هو الاول، عاد من بعد كنطفي الفوق واحد 10 دقائق عاد كنشعل الفوق. غادي ندوزو للخليط اللي غادي نعمرو به لي بات ديالنا. كما شفتو عندي هنايا مطيشه مقطعه ظريفات صغار، وكذلك شويه ديال الربيع، قزبور معدنوس، وكذلك مايز. عندي هنا شاركوتري، وعندي فرماج احمر، وكذلك داك العدس اللي سلقنا عندي فيه جوج معالق، وكذلك عندي البزار. وغادي صدقوني البنات هاد الحشوه هادي كتجي رائعه جدا، واحد الميكس ما بين شاركوتري وما بين مايز ومطيشه والعدس كيجي رائع جدا. وانتوما تقدروا تضيفوا اي اضافات اخرى. المهم هادو هادو هما الاشياء اللي كانوا متوفرين عندي، واللي جاتني كفكره انني نعمر بهم هاد الليل.
كما قلت لكم البنات غادي نزيدوا البزار وهاد المكونات غنخلطو وغنخلطو البزار البنات حتى يبردو، يعني ما يمكنش انكم غير تسلقوهم وتاخذوهم وتعمروهم، ضروري يعني نحيدو منهم هذاك الماء نصفيوهم ونخليوهم حتى يبردو. عاد ديك الساعة غادي نجيو اننا نعمروهم بطريقة اللي هي سهلة جدا. ضروري البنات كنقول لكم لي بات يكونوا باردين عاد نعمروهم، حيت هاد الحشوه راها بارده ولا درناها على لي بات سخان راه المايونيز غادي يسيح لينا وما غاديش يجي الخليط هو هذاك. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال لي بات من بعد ما كيتسلقوا، راه قلت لكم كياخذوا واحد الحجم اللي هو كبير، يعني تاكلي غير وحده غادي تكفيك، كتجي رائعه جدا هاد الطريقه هذه. هنا كما كتشوفوا من بعد ما حطيت هذاك الخليط في الداخل ديالهم كيجيو على هذا الشكل، هذا كيجيو بنان غير بوحدهم، يعني ديجا وصفه متكامله اللي هي زوينه. تقدروا ديروا في بلاصه الشاركوتري الطون او البيض مسلوق، يعني بالنسبه للحشوه البنات لكم الاختيار اللي كان موجود عندكم. بعد ما خرجت اللاطة ديال الدجاج وكذلك الخبز، دابا غادي ندوزو نحضرو الطبق ديالنا بالشكل اللي بغينا بالنسبة للماكلة البنات أو الأكلة أو الوصفة. تقدرو تقدموها بالطريقة اللي بغيتو، أنا قدمتها بهذا الشكل هذا. المهم ضروري أنا درست الماكلة ديالي باش تجي حتى حيت كيقولو حتى العين كتاكل قبل من الفرن، يعني ضروري أنكم تدرسيو الطبق ديالكم بالشكل اللي بغيتو ومن هاني كتكونو فرحانة حال الطبق اللي بغيتو. نتمنى البنات الوصفة تجيكم سهلة وتجربوها، واللي جربتها تكتب لي في الكومنتير كيفاش جاتها. الصراحة ما عجبتني بزاف، جات رائعة وسهلة وكتحضر دغيا، يعني ماشي شي أكلة أو وصفة اللي كتشد ليك الوقت بزاف، بالعكس دقائق حضرتها كتجي رائعة وسهلة جدا. كما كتشوفوا انا طبقتها بهذا الشكل هذا. نتمنى الفيديو ديالي يكون بصحه جيده وما تدخلوش عليا بلي لايك. نضرب لكم موعد فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.